لازم تتذكروا اللي اشتغلناها قبل شوي حطينا هذه كانت زد 3 مضبوط عندي زد 4 زد 4 واخذنا الاوريجين تبع هذول الثلاثه بهذا الاتجاه فاخذنا هذه زد 4 وبعدين اجينا هون بين زد 3 اخذنا هذه اكس على اساس انه هي خط هي خط هيك وخط هيك فالمسافه بينهم او الخط المستقيم راح يكون هذا الخط المستقيم بينهم مضبوط فيش غيره فصفت هذه راح تكون اكس 3 وبهيك بكون ضل معي اكس 3 لواي 3 فلازم واي تكون واي 3 هلا عندي بالنسبه لاكس 4 زد 4 زد 4 قلنا كمان زد 5 عفوا داخله بالصفحه كانت من هون وراح تكون هذه زد 5 داخله بالصفحه وراح نحط الان هذول ما دام بتقاطعوا زد 4 وزد 5 وزد 6 كلهم بتقاطعوا من هون فراح احط كمان هون زد 6 زد 6 طبعا حطيناها هيك لانه هاي الاند افكتور بلف بهذا الاتجاه فهي زد 6 حطينا زد 4 بهذا الاتجاه لانه عند النقطة هاي في روتيشن فصار زد 4 منطبق على زد 6 وزد 5 بهذا داخلة بالصفحة لانه هذه القطعة بتتحرك بهذا الشكل فالاند افكتر هاي بتتحرك بهذا الاتجاه واخذنا رح ناخذ الاكسس لانهم بتقاطع رح ناخذهم معوضين على البلين اللي بيحتويهم كلهم اللي بيحتوي زد 4 وزد 6 وزد 5 وهذا البلين مش هيك فلازم اكس تكون عمودي عليه يا بتكون هيك يا بتكون هيك رح ناخذهم طالعين لفوق فراح اخذ اكس 5 بهيك رح ناخذ اكس 6 هيك ورح ناخذ اكس 4 كمان هيك ضل الاختلاف الان صار بالواي لو اخذنا 4 عندي زد 4 واكس 4 حتى تصير بهذا الاتجاه بدها تكون واي طالعه من الصفحه هلا خليني احط اكس احط 4 هون هي زد 4 X 4 راح تكون هذه Y 4 بعدين بالنسبة ل 5 عندي Z 5 داخلة بالصفحة و X 5 بهذا الاتجاه فراح تكون عفوا X بهذا الاتجاه مضبوط راح تكون هذه Y 5 من هون واخر شيء بالنسبه ل اكس 6 وزد 6 بتصير زيها زي اكس 4 وزد 4 مش هيك؟ هلا بالنسبه للزوايا قلنا الزاويه زد 4 زد 3 داخله بهاي بالصفحه فراح تكون عندي ثيتا 3 هسه زد 4 قاطع مع زد 3 لا زد 4 ما بتتقاطع لانه في هذا الاوفسيت زد 4 مو داخل جوا زد 3 لا لا انا لخبطتك رسمت هذه من هون هاي بس لزد 5 هاي زد 4 هي هيك وزد 3 لجوا زد 3 داخل لجوا طيب ما يتقاطعوا؟ لا لانه هي زد 4 وهي هاي متوازيين هم لما بتطلع عليهم هيك متوازيين في خط في خط واحد راح يشبك بينهم ما فيش غيره يونيك واضح وين هو اللي هو على اذا عملنا له هون هذا مضبوط زد 4 وزد 5 وزد 6 كلهم ثلاثة بتقاطعوا بهاي النقطة أخذناها هي الأوريجينال هلا بالنسبة للزاوية إذا نرسم الزاوية من هون زد 3 بهذا الاتجاه فعندي ثيتا 3 رح تكون بوزيتيف بهذا الشكل عندي زد 4 بهذا الاتجاه فثيتا 4 رح تكون هي ثيتا 4 بوزيتيف هيك زد 5 هيها داخلة بالصفحة فراح تكون ثيتا 5 بوزيتيف هيك وآخر شيء زد 6 بهذا الاتجاه راح تكون ثيتا 6 بوزيتيف اوكي هلا بنكمل نطلع البارامترز اللي موجودة هناك فبناخذ تي 4 3 اللي هي من 3 إلى 4 بعدين بناخذ هون 4 إلى 5 تي 5 4 و
واخر شيء هون من 5 الى 6 تي 6 5. هلا هذول بصير عندي هون الفا 3 اي 3 بيتا 4 اي 4 الفا 4 اي 4 بيتا 5 دي 5 والفا 5 اي 5 بيتا 6 دي 6. هلا بالنسبه للثيتا كان نحطه مباشره، واضحين انه هم بين الاكسس، بين الاكس حوالين الزد، فبصير عندي هذول بقدر احطهم مباشره ثيتا 4 ثيتا 5 ثيتا 6. هلا ايش عندي انا بين بين ثيتا 3 بين بين فريم 3 وفريم 4؟ في اول شيء عندي A3 مزبوط، مش هاي هي المسافه بين Z وZ along X3، بين Z3 وZ4 along X3 في عندنا هاي المسافه هون اللي هي راح نسميها A3، فA3 هون نون زيرو. هلا بالنسبة للزاوية، الزاوية حوالين مين بدها تكون؟ حوالين X3، من Z3 إلى Z4 حوالين X3. هلا Z3 داخلة بالصفحة وZ4 بهذا الاتجاه، فحتى أروح من Z3 لZ4 نيجاتيف، هاي ناقص 90 درجة مضبوط؟ بعدين بدنا ناخذ D4، هلا في عندي هون along D4 along ايش؟ along Z4. هاي Z4. فالمسافة من الأوريجن هذا للأوريجن هذاك along Z4 راح يبدأ من هون ويمشي لهاي النقطة اللي راح نسميه D4. فهاي المسافة هون هنسميها D4، D4 هون non zero واللي هو المسافة بين المركز هذا والمركز هذا، بس مش بخط هيك، بهذا الاتجاه along Z4. ايش ضل ايش كمان عندنا؟ حطينا دي حطينا A3 و D4، هي A3 وهي D4 اللي هو A3 تربيع زائد D4 تربيع راح يعطيني هذا الخط تربيع مضبوط. طيب ناخذ هلا من 4 ل 5، هلا من 4 ل 5 فيش عندنا الاوريجنز نفسهم، مش هيك الاوريجنز كلهم منطبقين من هون والمسافه زيرو، فعندنا الفا في الفا وفي ثيتا ثيتا 5، هذا اظن بيطلع زيرو وهذا زيرو مضبوط، لان هم الاثنين الاوريجنز تبعهم منطبقين. الفا 4، هلا الفا 4 هي المسافه ما بين Z4 ل Z5 اراوند اللي هي 90 درجه، مش هيك؟ اراوند مين؟ اراوند X4، هو X4 وX5 وX6 كلهم منطبقين من هون. هلا عندي 4 وين اتجاهه؟ بهذا الاتجاه، 5 داخل بالصفحه من هون، فراح يكون من X4 من Z4 ل Z5 راح يكون بلس 90. ناخذ اخر وحده الان، راح يكون عندي كمان 90 درجه بين Z6 وZ5، Z5 وين؟ داخلة بالصفحة، Z6 بهذا الاتجاه، فحتى أروح من Z5 لZ6 وين عم بيأشر الإبهام؟ تحت، بس هو حوالين مين بده يكون؟ بس X5 هيك، فرح تكون الزاوية ناقص 9. عندي A5 0، B6 0. أوكي هيك طلعنا كل البارامترز الأربعة.